مرحبا، صباح الخير لكم جميعا. خلال مراقبة حركة المرور على الطرق، وقفت الشرطة سيارة لتفتشها في مقاطعة بايان بالقرب من مدينة باساو. ففتشوا السيارة فاكتشفوا وجود عدة أكياس فيها مبلغ حوالي 1,000,000 يورو. فحققوا مع صاحب السيارة، سألوه، هو شاب سوري عمره 34 سنة، فما قدر يعرف عن نفسه، ما قدر يعرف عن شخصيته، فيبدو بأنه ما عنده إقامة بألمانيا، ما عنده أوراق ثبوتية. فتم إلقاء القبض على السوري بتهمة غسيل الأموال والإقامة غير الشرعية غير القانونية بألمانيا، فيبدو بأنه ما في عنده إقامة بألمانيا. فكمشوه وأخذوه لعندهم، ولكن لاحقا تمكنت الشرطة من توضيح هوية الرجل السوري، فتم إطلاق سراحه، ولكن تم احتجاز الأموال. راح أحط لكم هون صورة الأموال يلي نشرتها الشرطة في مقاطعة بايان. طبعا يلي ما بيعرف، فألمانيا تعتبر جنة غسيل الأموال في أوروبا، فالعديد من الأشخاص بيتخذوا من ألمانيا مركز لألن وموقع لألن لغسيل الأموال وتحويل الأموال بطرق غير شرعية، بطرق غير نظامية، يعني التحويل بالأسود. من فترة كمان، من عدة شهور، في نفس المنطقة، فالشرطة كمان وقفت سيارة ففتشوها، فاكتشفوا كمان وجود 500,000 يورو، 500,000 يورو، وحوالي 50 كيلوغرام من الذهب. فبالتالي يعني في كتير من الأشخاص اللي عم بيشتغلوا شغلات ماي مزبوطة بألمانيا، عم بيهربوا أموال، عم بيهربوا ذهب، فعم بيتم إلقاء القبض عليهم خلال مراقبة الشرطة لحركة المرور على الطرق. طبعا ما في مشكلة الشخص يحمل معه مبلغ كاش مثلا يستخدمه لشراء غرض معين، لشراء شيء معين، فالكاش لا يزال محبوب بألمانيا، ولا يزال الشعب الألماني بيستخدم الأموال الكاش أكثر بكتير من بقية الشعوب الأوروبية. ولكن دايما لازم ينعرف مصدر المال، لازم الشخص يعرف عن مصدر المال، يكون يعني مثل ما نقول بالألماني فشتويت سكيلد، يعني مبلغ أو مال مأخوذة عنه الضرائب، ما تكون مصاري بالأسود تم جنيها بطرق غير قانونية، بطرق غير شرعية. وطبعا الهدف هو مكافحة الجريمة ومكافحة الأعمال الغير قانونية. طبعا في حد معين كمان من المبالغ يلي بيقدر الواحد يطالع معه برا ألمانيا خلال المطارات خارج الحدود، ممكن خصص حلقة منفصلة لوضح هذا الأمر بالنسبة للذهب، بالنسبة للأموال الكاش. فهي القوانين كمان بتتعدل كل فترة والتانية بحسب الوضع الراهن، ففي حال كنتوا مهتمين بهي المواضيع ممكن نحكي عنها كمان في فيديو منفصل. ننتقل لخبرنا التاني بفيديو اليوم. هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب ألقاه قبل يوم أمس الخميس بشن ضربات عسكرية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. يعني هدد الغرب، هدد ألمانيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بشن هجمات عسكرية على أراضيها. فتحدث بأنه هو بيعتقد بأنه بحق لروسيا استخدام أسلحته ضد المرافق العسكرية للبلدان اللي عم تسمح باستخدام أسلحته لقصف وتدمير المنشآت العسكرية الروسية. فبالتالي هدد يعني بشكل أو بآخر بضربات عسكرية على أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. والسؤال المطروح الآن، هل لازم نحن بألمانيا وأوروبا نشعر بالخوف من هاي التهديدات؟ لازم نأخذ هاي التهديدات على محمل الجد ولا لازم نتجاهلها؟ فهذا السؤال أجابوا عليه المحللين العسكريين بألمانيا، فعبيقولوا بأنه هاي مجرد تهديدات لا أكثر ولا أقل، وبوتين لن يفعل ذلك، يعني لن يقوم بضرب منشآت غربية لألمانيا، لأوروبا، للولايات المتحدة الأمريكية، فعبيشان حرب نفسية. ولكن بوتين متآكل ضعيف، فبالتالي ما لازم نخاف من هاي التهديدات، فهذا أسلوب الضعفاء، يعني بوتين ضعيف فلهيك عبيهدد، فما عنده نفوذ على شيء تاني، فعبيستخدم هذا الأسلوب لحتى يخوف الغرب، لحتى يخوف السكان الغربيين، سكان ألمانيا مثلا. والمحللين العسكريين تحدثوا بفكرة هامة كمان، بأنه على العكس تماما، فالغرب هو القوي وهو القادر على تدمير روسيا، ولكن هذا شيء ضد إرادتنا. يعني نحن هون بأوروبا بالغرب ما في عنا تصور، ما في عنا هدف بتدمير روسيا، فلهيك نحن ما بنحكي بهذا الأسلوب، ما منهدد بهذه الطريقة، لأنه نحن ما عنا طموح بتدمير روسيا. فبالتالي عم بيقول بالنهاية بأنه نحن ما لازم نخاف من هاي التهديدات العسكرية، لأنه مثل ما بيقولوا بالعامية هي تهديدات فافوش. فبوتين هدد سابقا بالقنابل النووية، بالقنابل النووية التكتيكية أيضا، ولكن ما نفذ وعوده، ما ضرب نووي، وبالتالي لن يقوم بشن هجمات عسكرية على أراضينا في ألمانيا وفي أوروبا. والمحللون العسكريون نصحوا بتسليح أوكرانيا حتى النصر في هذه الحرب، حتى الفوز أو وقف القتال،
واستخدام الأصول الروسية الأموال الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي لهذا الغرض. في فكرة كمان يعني حابب أوضح لكم إياها، دايما التلفزيون الروسي بيعرض مثلا مشاهد لصواريخ روسية باليستية، فدايما بيستعرضوا قدراتهم النووية، وهي كلها بروباغندا روسية، دعاية روسية لحتى يخوفوا السكان الغربيين، لحتى يخوفوا سكان ألمانيا، فبالتالي يأثروا عليهم فينتخبوا اليمين المؤيد لروسيا. فروسيا بتشتغل يعني بهي العقلية، بتهدد بهي الطريقة، وهي كلها عبارة عن حرب نفسية. ننتقل لخبرنا الثالث بفيديو اليوم. ميركل تحدثت عن بعض الأمور الهامة، يعني سألوها عن رأيها في كسر تحالف إشارة المرور بحل الحكومة، وخاصة الخلاف اللي دار بين المستشار شولتز ووزير المالية الأسبق كريستيان ليندنا. فسألوها لميركل بأنه شو رأيك بهذا الخلاف اللي حصل بكسر تحالف إشارة المرور؟ فميركل تحدثت بأنه هذا التصرف كان ذكوري، يعني الرجال بتقاتلوا مع بعضهم بهي الطريقة وبياخدوا الأمور دايما بشكل شخصي، فعبتول ما لازم السياسيين ياخدوا الأمور بشكل شخصي، لازم يتجنبوا هذا الأمر قدر الإمكان. وبالحقيقة هو كان في خلاف شخصي بين المستشار وبين وزير المالية، فالكلام اللي طلع على الإعلام هو غير الكلام اللي دار بيناتهم على أرض الواقع. في حال كنتوا مهتمين بعطيكم بعض التفاصيل رؤوس أقلام. بالحقيقة فالخلاف ليس فقط على الميزانية وعلى الديون، فكريستيان ليندا وزير المالية هدد بكسر تحالف إشارة المرور، يعني هو هدد المستشار وهدد الحكومة بالانسحاب. فالمستشار بالنهاية قال له بأنه أنا اللي بطالعك برا، فمو أنت اللي بتهددني بكسر تحالف إشارة المرور، وخاصة بأنه أنا حزبي أكبر من حزبك، فصارت الأمور شخصية نوعا ما. فلهيك المستشارة السابقة ميركل عم بتقول بأنه ما لازم الشخص ياخد الأمور بشكل شخصي وخاصة في السياسة. وطبعا زعيم المعارضة فريدريش ميرتس هو كان اللي عم يحرك هاي الأمور كمان، فبيقول له لكريستيان ليندا بأنه ما في مشكلة فرطة لهي الحكومة، لأنه فريدريش ميرتس عم يجهز نفسه لحكم ألمانيا، فبيقول له بأنه بتستلم عندي كمان وزارة المالية، ولكن بعد ما تحقق المطلوب وفرطت الحكومة. فكلام فريدريش ميرتس وكلام حزب الاتحاد صار يتغير، فصار يقولوا بأنه الحزب الديمقراطي الحر FDP، الحزب الليبرالي يلي هو حزب كريستيان ليندا، فهذا الحزب غير جدير بالثقة ليكون شريك في الحكومة الجديدة. فمثل ما خانوا كريستيان ليندا، مثل ما خانوا للمستشار، فممكن كمان يخون الحكومة الجديدة ومستشار الحكومة الجديدة. فهيك صار يصير الحكي بالفترة الأخيرة. وطبعا السياسة موضوع معقد جدا، يعني ما بدي أدخلكم بمزيد من التفاصيل. بنرجع لكلام ميركل، دافعت المستشارة السابقة مجددا عن قرارها يلي اتخذته بالعام 2015 بالسماح للاجئين بالدخول لألمانيا بأعداد كبيرة، وخاصة اللاجئين السوريين. فتحدثت بأنه أنا كنت بطلع بخطب الأحد وبتوجه للشعب الألماني وبتحدث عن القيم الأوروبية العظيمة وعن الكرامة الإنسانية، فكيف يعني بدكم يعني بأنه أشتغل عكس هذا الكلام؟ يعني نحن عم ندعي الإنسانية، وخاصة أنه كان في مطالب بهذاك الوقت ببناء مدافع مائية برش اللاجئين والمهاجرين بالمياه على الحدود لإبعادهم لطردهم. ولكن ميركل عم بتقول بأنه كيف كنتوا عم بتطالبوني بهي الشغلات وأنا بطلع بخطب يوم الأحد وبتحدث عن إنسانية أوروبا وألمانيا؟ فبالتالي كل المؤشرات بترجع بتدل بأنه ميركل اتخذت قرار إنساني بحت، على عكس ما يعتقد البعض بأنه جابوا السوريين وجابوا اللاجئين مشان أولادهم مشان شغلات تانية. يعني ما بدنا ندخل بنظريات المؤامرة، ولكن ميركل عم ترجع بتأكد بأنه كان قرار إنساني بحت منه، على الرغم من الاعتراضات اللي كانت موجودة حتى داخل حزبه من أعضاء حزبه. فميركل رجعت دافعت عن قراره بهداك الوقت واعتبرته قرارا صحيحا. ننتقل لخبرنا الأخير بفيديو اليوم. مثل ما بتعرفوا كان في منافسة بين وزير الدفاع بوغيس بيستوريوس والمستشار أولاف شولتز على مرشح منصب المستشار عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPD، وأخيرا انتهى هذا النزاع. فطلع بفيديو وزير دفاع بوغيس بيستوريوس وتحدث بأنه هو ما بده يترشح لمنصب المستشار، يعني أعلن عن انسحابه وبأنه هو بالأصل ما كان في عنده خطط للترشح لمنصب المستشار. ولكن هذا الكلام ليس صحيح بالمطلق، فصدفوا لوزير دفاع بوغيس بيستوريوس على التلفزيون الألماني الرسمي ووجهوا له عدة أسئلة، فسألوه بأنه أنت تأخرت بهذا الإعلان وهذا دليل بأنه أنت كان ممكن تصير مرشح لمنصب المستشار. فرد الوزير بأنه بعض أعضاء حزبه هن اللي عم يطالبوا فيه كمرشح لمنصب المستشار، وكان الحزب عم ينتظر عودة المستشار شولتز من مؤتمر قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو لحتى يتخذ قرار بشأن المرشح لمنصب المستشار. فعم يدعي وزير الدفاع بأنه هو ما له يد بالموضوع والحزب بيقرر بهذا الأمر وهن يلي تأخروا بهذا الإعلان، وهو من البداية ما كان في عنده رغبة ولا نية ولا استغل يوما ما منصبه كوزير الدفاع لحتى يصل لهذا الهدف، لحتى يترشح
لمنصب المستشار بشكل شخصي، لا أعتقد أن هذا الكلام دقيق 100%، لأن وزير الدفاع الاتحادي بوغيس بيستوغيوس ظل صامتا طوال فترة الخلاف يلي استمرت لمدة 10 أيام. ولكن الخبر الأهم بأن الطريق أصبح معبدا مفروشا بالورود لترشيح المستشار شولتز للمرة الثانية. وعلى فكرة بسبب هذا النزاع فالحزب الاشتراكي الديمقراطي حقق المزيد من الخسائر في استطلاعات الرأي، فتراجع من نسبة 16% لنسبة 14% ليتساوى مع حزب الخضر، ولا يزال حزب الاتحاد في المركز الأول بنسبة 33%، وبالتالي ابتعد الحزب الاشتراكي الديمقراطي أكثر عن المنافسة. بهيك بنكون وصلنا لختام فيديو اليوم، وكالعادة حابب أذكركم بضرورة الاشتراك بالقناة. مع الأسف نسبة كبيرة من المتابعين لا زالوا عم يحضروا الفيديوهات اليومية وبيستفيدوا من هاي المعلومات ولكن ما بيشتركوا بالقناة. نسبة 46-47% من المتابعين اليوميين عم بيشاهدوا هاي الفيديوهات من الاقتراحات، فبتمنى منكم تخصصوا ولو نصف دقيقة من وقتكم وتدخلوا على صفحتي الرسمية على يوتيوب وتتأكدوا من الضغط على زر اشتراك سبسكرايب أبونيا، فهذا الأمر بيدعمني وبيشجعني على الاستمرار. وفي حال كنتم مهتمين بمزيد من الفيديوهات الجديدة فلا تنسوا تفعيل زر الجرس لحتى تصلكم إشعارات بالفيديوهات الجديدة، وفي حال ما كان عم تصلكم الإشعارات لسبب ما من اليوتيوب فالحل سهل وبسيط جدا، فوتوا على قناتي بشكل يدوي واحضروا الفيديوهات اليومية. وفي حال عجبكم هذا الفيديو فلا تنسوا الضغط على زر لايك وكتابة تعليق أسفل الفيديو ومشاركة رابط الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. كان معكم إلهام بوزان، تبوا بخير وصحة وسلامة، تحياتي لكم جميعا وشكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء.